الشريك ربما الذي دائما يساهم في هذه العملية التضامنية الخيرية، التي ربما أثبتتم في جائحة كورونا حضوركم من خلال التواصل ومن خلال ربما توزيع هذه الكمامات الصحية الوقائية. فيما يخص الاتصالات الجزائرية، هي مؤسسة مواطنة بامتياز، هي ديما كما نقولوا حنا في المناسبات تكون حاضرة في قطاعات ونشاطات عدة. المسؤولين في المستوى المركزي ارتأوا باش يساندوا ونحاربوا جائحة كورونا مع الامتحانات تاع الطور المتوسط والبكالوريا، ارتأوا مع غرفة الصناعة والحرف باش يديروا فيها اون كونفونسيون دو ميسينا باش يديروا اون سوبفونسيون ديريكتومون على لي شومبر دارتيزان على ليشان ناسيونال، وين ايلون بينيفيسي من 56 اتيلي، وين راح هادو لي اتيلي راح يديروا دي كونفيكسيون دي بافير بور لانتيري دو لا ديريكسيون دو ديديكاسيون بور فار فاس لجائحة كورونا 19. وين حنا الحمد لله نسقنا مع مدير الغرفة، وين هو راح جاب اسمه لابيلي وعلى اسمه ووضع حيز الخدمة، وين تقدم كحصة أولى 5000 كمامة، والحمد لله اليوم راح يقدم إن شاء الله 10000 كمامة لصالح مديرية التربية لولاية عين تيموشا. وفي هذا الإطار نتمنى إن شاء الله لولادنا إن شاء الله يديروا جميع الاحتياطات نتاع خاطر تاع كوفيد 19، وإن شاء الله نضيفكم في المشوار الدراسي تاعهم.